ضروري ايه تفضلي ليفين ايه بالبلوط. واه الوغ ناخذ 100 غرام ديال الدقيق البلوط، 100 غرام ديال الزبده، 125 غرام ديال السكر سنيده، جوج بيضات يكونوا كبار، الا كانوا صغار ثلاثه البيضات، معلقه كبيره ديال الخميره الحلوه، معلقه ديال هذا سميتو البلوط مهرمش ومحمر، ايه اولا لي نوازيت محمرين ومهرمشين، ايه دونك تنشدو هادشي كله تنخلطو تنضربو الزبده مع السكر، تنزيدو البيض وحده بوحده، وفي الاخر تنزيدو الخميره والدقيق ديال البلوط، وتنزيدو دوك لي نوازيت كونكاسي اولا لي غلوند كونكاسي البلوط كونكاسي، ومن بعد تنشدو تنديرو في ليمون ندخلوهم يطيبو، وفي الخرج ملي تنخرجوهم تنشدو باللوطات صغيورين دوك الحجم ديالهم صغير، تنقسموهم هكا وتنغطسوهم في الشكلاط ونحطوهم فوق لي ميفين، ايه اولا نغطسو النص ديالهم في الشكلاط باش يبقى باين لينا بان راه بالبلوط، ونحطوهم فوق لي ميفين، هما غادي يلصقوا ملي غادي نخليهم يبردوا راه غادي يلصقوا. يعني داك الاضافه ديال داك النوازيت البندق ولا مثلا هذاك البلوط حتى هو يعني كيعطي واحد المذاق مختلف ديال هذا الملفه، وفي نفس الوقت ها هما دابا اقتراح هذا بحال المادلين بحال الكيك ممكن وليدات يديو معاهم مدرسه يعني ويستافدوا من حويجات ما غاديش يعرفوا اصلا نهائيا، ممكن حتى نديروا شويه الشوكولاته من الفوق ولا اي حاجه بغاو، ودابا تبارك الله كاين دابا كويختات ملونين يعني ديال هذا يعني ممكن هادشي اللي كاين الوليدات ما تيديو ما يجيبوا في نفس الوقت كياخذوا حويجات هما زوينين. الله يعطيك الصحه. صح الله يبارك فيك. تبارك الله عليك لاله سميره، ما تبخليش لنا بمعلومات وفي اي حاجه يعني داكشي علاش حنا بغينا ان شاء الله من خلال هذا الموسم ديال هذه الحلقات ديال البرنامج يا مولاتي نزيدو نركزوا على حويجات اللي هما يعني صحيين طبيعيين كيف ما يعني دخلنا دابا هذا الاسبوع الطحين ديال البلوط وكذلك القسطال، الى اي حاجه يعني كنتو كطيبوا بها وحويجات اللي هما صحيين يعني نحاولوا اننا نعطيوهم للمستمعات باش يستافدوا منهم، ونوريوهم حتى الطريقه كيفاش ممكن انهم يدخلوهم الوليدات بطريقه ماشي ديال الكبار باش يعني سهل انهم ياخذوهم بكل سهوله. وتبارك الله يعني كيف ما قلت دابا مثلا بحال السيده سميره حديدو ولا فرح القرماعي، تبارك الله من السيدات اللي هما راقيات اللي هما يعني عصريات، وفي نفس الوقت كيركزوا على حويجات اللي هما بلديين يعني في الدار ديالهم كل شيء مساله ديال النظام. انا كنعرف تقريبا بزاف ديال المستمعات تبارك الله الا ما قلت يعني كل المستمعات يعني تقريبا عندهم العصري والبلدي، يعني كتلقاهم على انهم تبارك الله عندهم هذاك الابداعات وكيجتهدوا في كل ما هو عصري يعني وكيمشيو مع هادشي اللي موجود دابا في هادشي ديال الحلويات وهذا الجديد ديال الاطباق، ولكن مركزين على حويجات اللي هما طبيعيين بلديين. كتلقاهم كيعجنوا بالخبز ديال القمح، كتلقاهم كيدخلوا هذوك يعني البدائل اللي هما طبيعيين كيطيبوا بحويجات اللي هما صحيين. فنحاولوا نديروا مره حويجات اللي هما عصريين، ولكن الاساس ديال الماكله ديالنا لا في الطياب ولا في الحلوه نركزوا على هذا الشيء اللي كيكون صحي.